مؤتمر صحفي عالمي بالأقصر ووسط اهتمام الأوساط الأثرية والتاريخية العالمية، أعلنت وزارة الآثار رسمياً عن تفاصيل اكتشاف خبيئة العساسيف المكونة من 30 تابوتاً لم يتم فتحها من قبل. ونفى وزير الآثار ما أثير مؤخراً بعد الإعلان عن اكتشاف بأنها تعود لعام 67، حيث أكدت قيادات آثار القرن والأقصر في تلك الفترة عدم وجود مثل تلك التوابيت نهائياً، مناشدا الجميع بالحفاظ على النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في كافة المجالات وأهمها مجالي السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة خلال الموسم الشتوي الجديد، مؤكدا أنه يجري التجهيز لقاعة متكاملة في المتحف المصري الكبير باسم خبيئة العساسيف ليتم وضع كافة التوابيت المكتشفة في العساسيف داخلها وعرضها أمام الجمهور من جميع أنحاء العالم.